نشوف التقرير الجاي. التقرير اللي جاي في الحقيقة يعني من المهارة. شوفي بقى يعني احنا دخلنا نزلنا الشارع وفي ناس كتير يسمعوا عن كرة القدم النسائية ولكن صحيح. لا بيشوفوها ولا بيتابعوها ولا يعرفوا أسماء كمان فيها. من مهارة اللعبات اللي عندنا في مصر ان في لعبات بيطلق عليها أسماء لاعبي أو لاعبين كبار زي ميسي. عندنا ميرنا محسن أطلقوا عليها ميسي، طبعا هي لعبة كرة القدم النسائية. خلينا نشوف التقرير ونرجع مرة تانية مع حضرتك. تلعب كورة؟ ما كنتش اعرف ان في بنات بتلعب كوره، انا كنت واخده الموضوع كده في الاول. رحت معاه النادي، كان ساعتها في مركز شباب الساحل شبرا، رحت اتمرنت هناك وبعديها على طول رحت مضيت لنادي مصر المقصه، بدات في نادي مصر المقصه. بعد كده رحت بعديها على طول ثاني سنه رحت منتخب مصر الاول، وكنت كابتن منتخب مصر 19 سنه، ولعبت في نادي حلوان العام، ولعبت في نادي مصر المقصه، ولعبت في نادي الطيران دلوقتي حاليا. لقب ميسي دوت طلع عليا وانا اصغر من كده، كنت شوي شويه، وكان في كابتن ماسكنا في نادي مصر المقصه كابتن وائل دلوقتي ماسك فريق وادي دجله. جبت جون، كان قبليها في ماتش برشلونه وكده فاتفرجت عليه، فتاني يوم كان عندي ماتش فجبت جون زي ميسي بالظبط، فمن ساعتها بقى لقب ميسي ده طلع عليا. طبعا هو في كذا حد احترف بره، في ساره عصام وفي كذا حد احترف بره، وطبعا شرف لمصر كلها طبعا ان في بنت تطلع تحترف بره، ودي هتبقى حاجه كويسه جدا، ونفسنا الفتره الجايه يبقى في كذا حد يطلع بره، مش واحده او اتنين بس، يبقى عدد من البنات كويس. وعايزين موضوع الكوره برده يتنشر شويه بره مصر، ويعني الناس يبقى تشوف شويه بنات في مصر بتلعب كوره كويس جدا، فيستاهلوا بصراحه يسافروا بره، ويستاهلوا يلعبوا في اماكن كتير كويسه. لا طبعا هو دلوقتي غير زمان، يعني دلوقتي الفكره بقت مقبوله شويه. زمان كان ازاي بنت تلعب كوره؟ لا انتوا اخركم المطبخ، انتوا ما ينفعش تلعبوا كوره، انتوا عايزين تقلدوا الاولاد في كل حاجه، كان ده الكلام اللي دايما بنسمعه. طبعا هو مش بعيد عن ربنا ان احنا نوصل لكاس عالم، مفيش حاجه طبعا بعيد. نستعد بس كويس، المنتخب يبدا يتجمع تاني، عشان احنا بقالنا 4 سنين دلوقتي بعيد عن المنتخب خالص، ومفيش منتخب، فعايزين بس ده يرجع تاني ان شاء الله، واكيد هيبقى في حاجات كتير كويسه. طبعا احنا بنتمنى ده يتحل طبعا ونرجع نشارك تاني، وكان في كلام ان ممكن يبقى في قريب يعني كمان شهر او شهرين يبقى في منتخب تاني نتجمع، فده يا ريت بصراحه. يعني دايما بنسمع دوت بس نفسنا بقى يتحقق. المفصل كلهم متهيألي هواه دلوقتي، المحترفين هم كانوا 4 أو 3 بس، في منهم ناس رجعت وفي واحده بس هي لسه مكمله ساره عصام. طبعا موضوع فكره الاهلي والزمالك ده احنا نفسنا يبقى الاهلي والزمالك فيه، الاهلي والزمالك لو فيه طبعا الموضوع هيبقى نظرته احسن من كده بكتير، وهيبقى فيه طبعا سبورت لينا كويس قوي. في دلوقتي كذا فرقه، وفي درجه كمان ثانيه فيها برده فرق كتير، فيها بتاع 8 فرق او 9 فرق، والدوري الممتاز فيه 10 فرق او اكتر. في توتي بتلعب عندنا في الطيران، وكان في تريكا بتلعب في نادي ايمز دلوقتي اللي هو كابتن سعد. في منا طارق سميناها مو صلاح عشان شعرها وشبهه شويه. طبعا انا نفسي ان المشاكل طبعا تتحل والمنتخب يرجع تاني، ونفسي ان ماتشاتنا تتذاع ويبقى لينا شكل كويس زينا زي الناس بره، مش عايزين نبقى اقل من حد في حاجه.